الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. أحبتي الطلبة والمتابعين لهذه القناة التعليمية حيثما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقدم في هذا المقطع القصير الجزء الثاني من مقدمة إلى السلاسل الزمنية Introduction to Time Series، الجزء الثاني Part 2. أرجو أن يكون فيه الفائدة العظمى لكم أحبتي، وعلى بركة الله نبدأ. قدمنا في المقطع الأول من مقدمة إلى السلاسل الزمنية الجزء الأول بعض المفاهيم الأساسية عن السلسلة الزمنية ومصطلحاتها ومركباتها، أو ما يسمى الكومبوننتس. يعني بينا بأن السلسلة الزمنية تتكون من أجزاء، هذه الأجزاء هي أربعة ذكرناها بالتفاصيل في المقطع الأول، أرجو الرجوع إليه حتى تتذكروا أحبتي المصطلحات والأسماء والمعاني. ذكرنا في الجزء الأول بأن السلسلة الزمنية تتكون من أربع مركبات، four components، على النحو الآتي: مركبة الاتجاه بسمها trend component، والمركب الدوراني cyclical component، والمركب الموسمي seasonal component، والمركب غير المنتظمة أو الخطأ العشوائي فيها أو يسمى irregular or error component. يخصص هذا المقطع لمركبة الاتجاه trend component باعتبارها أهم المركبات التي يتعامل معها الباحث. لماذا؟ لأن الاتجاه هو ضروري جدا في تحييد كثير من المشاكل التي تحدث بالسلاسل الزمنية. يعني عندما يريد الباحث أن يستخدم السلسلة الزمنية في التنبؤ وفي ما يسمى بالـ prediction والـ forecast، يجب أن يحيد أثر الاتجاه فكي يجعل السلسلة الزمنية مستقرة أو stationary. نتابع. مركبة الاتجاه trend component من أجل التعامل مع الاتجاه وقياسه أو التخلص منه. هنا الآن طبعا سنركز على قياس الاتجاه، معرفته سالب موجب وقياسه أو التخلص منه. إن شاء الله التخلص منه سأقدم له، يعني سأقدمه في مقطع لاحق بإذن الله. فالتخلص منه من أثره على السلسلة الزمنية، نلجأ إلى واحدة أو أكثر من التقنيات التالية. أولا توفيق خط مستقيم linear، يعني line بسموه straight line، أو منحنى. الآن لن أتكلم كثيرا عن المنحنى، فقط سأركز على توفيق خط مستقيم. طبعا هنا باستعمال البيانات المتاحة، ويكون الخط المستقيم منحنى ممثلا للاتجاه. يمكن القيام بذلك بواسطة إحدى الطرق الآتية: إما دالة لوجستية وتحدثت عنها في مقطع سابق logistic function، أو منحنى جومبرتز تحدثت عنه تقريبا طريق غير مباشرة باللوجستي وبالبروبت موديل، ومنحنى بيرل كذلك الأمر بيرل كيرف تحدثت عنه في اللوجستيك والبروبت موديل. هذه الآن بيرل، هذا الشكل الرياضي لدالة روبل بيرل عفوا أو المنحنى، وهذا الآن الشكل الرياضي لجومبرتز، هذا الشكل أو هذا الشكل نفس الإشي، لكن بعطينا الآن هنا الدالة يعني الميل لها وهنا الميل لها. أذكر بأن هناك مقاطع مرئية على هذه القناة تشرح كيفية تقدير معلومات نموذج لوجستي، أو مقطع من الشكلين اللي هنا اللي هن هذول البوبينين بيرل والجومبرت. بس للتوضيح هنا الآن، هذه النقاط الزرقاء الحمراء هي البيانات فعلية لظاهرة ما مع الزمن. فهذا الآن الدالة اللي يسوي المنحنى اللوجستي أو منحنى بيرل أو جومبرت الآن يبين كيفية الآن التخلص من الاتجاه، لكن لن أتحدث عن النون لينير، سأركز فقط على الخط المستقيم في هذا المقطع. نتابع. الآن الطريقة الثانية، بدل خلني أرجع هنا بعد إذنكم، اللي هي اللوجستيك أو البيرل أو الكومبرت. الطريقة الثانية هي طريقة اليد الحرة، هاي أبسط الطرق، فري هاند بسميها فري هاند، فري هاند ميثود، اللي هي أبسط الطرق المعروفة لتحديد اتجاه البيانات. على سبيل المثال نفترض توافر البيانات التالية، جدول الآن، هذا هو الجدول عن الإنتاج الصناعي في بلد ما. بدينا الآن بالسنة 2010 2011-12، انتهينا 2020، وهذا هو الإنتاج 5-7-9، انتهينا ب 22. إذن هذه السنوات 11 سنة، ولدينا الآن 11 كمية مختلفة لكل سنة تختلف عن الثانية، طبعا في تشابه لكن سنوات مختلفة. لنفترض الآن بأن X ترمز إلى السنوات،
وبذلك يمكن اعتبار نقطة الأصل مقابل لسنة 2010، هذه نقطة الأصل اللي بدينا منها، هذه مقابل السنة 2010، أي أن X تساوي صفر هنا. هنا إذا نعتبر هذه X السنة X، هنا Y هو الإنتاج. فإذا X تساوي صفر أو زيرو مقابل السنة 2010، أما السنة الأخيرة 2020 فيقابلها X تساوي 10. لاحظوا لي هنا X تساوي صفر، بعدين 1 2 3 4 5 6 7 8 9 X تساوي 10 هنا، كما ما هو مبين هنا. إذا هنا X تساوي صفر وهنا X تساوي 10، والإنتاج Y اللي هو 5 7 9 10 10 11 12 17 18 20 22 مقابل كل سنة يعني بسنتها. الآن بعدما حولنا هذه الآن سنة الأساس الأصل صفر، فإذا X يساوي صفر ثم 1 ثم 2 ثم 3 إلى أن ينتهي بالعشرة، والإنتاج بقي كما هو 5 7 9. طبعا هنا من اليمين إلى اليسار، بديت من اليسار اليمين فقط للدلالة على أنه الآن الزمن على المحور الأفقي والكمية المنتجة على المحور العمودي هنا. الآن كيف الآن نقدر معادلة الاتجاه بواسطة ما يسمى free hand أو اليد الحرة؟ لو رمزنا الإنتاج بواي صب تي، فإن معادلة الاتجاه الخطية تكون كما يأتي. هذه الآن البيانات كما هي، هذه المعادلة الخطية واي صب تي تساوي A زائد B في X صب تي. لاحظوا معادلة خط مستقيم اعتدنا عليها يعني، وهي من أبسط المعادلات. هذه الآن هي البيانات الفعلية، هنا الزمن وهنا الإنتاج. لكن كيف نقدر هذه الدالة؟ بأبسط الطرق وليس بطريقة ما يسمى المربعات الصغرى الاعتيادية أو ordinary least square. يمكن تقدير المعلومتين A و B، هنا هذه A وهاي B، فقط باستخدام الزوجين المرتبين 0 و 5 للسنة 2010، وهي السنة X يساوي 0 السنة الأولى، و الزوج المرتب الثاني آخر وهو آخر زوج مرتب 10 و 22 للسنة 2020 وهي السنة الأخيرة، وذلك بالتعويض في Y sub t تساوي A زائد B X T. الآن هذه المعلومات ثاني مرة، هذه الآن الزوج المرتب 0 و 5، الزوج المرتب 1 و 7 2 و 9 3 و 10 وهكذا، آخر زوج مرتب هو 10 و 22. فنحن سنحتاج فقط الزوج المرتب الأول 0 و 5 والزوج المرتب الأخير 10 و 22. كيف؟ هذه الآن بكل بساطة، المعادلة الأولى بتقول 5 اللي هو Y هذه تساوي A زائد X اللي هي 0 0 مضروب في B، بما أنها هي 0 إذا تذهب، وبالتالي A تساوي 5. إذا هنا A تساوي 5. بالنسبة للمعادلة الثانية بدي الآن B تساوي 22 اللي هو الآن آخر زوج مرتب، بس القيمة Y له 22 تساوي A زائد 10 في B، بما أنه الآن حسبنا A وهي 5 إذن تصبح 22 تساوي 5 هذه زائد 10 B. ننقل الآن الخمسة إلى الطرف الأيسر فتصبح الآن 17 تساوي 10 بي، إذن بي تساوي 1.7 بالعشرة. إذن المعادلة تعرفنا عليها فقط من زوجين مرتبين، الزوج الأول 0 و 5 والزوج الأخير 10 و 22، فكانت المعادلة المقدرة واي تي الكل هات تساوي 5 زائد 1.7 بالعشرة في اكس تي. بس للتأكيد والتذكير، هذه قيمة واي الأولى وهذه قيمة اكس الاولى وهذه قيمه واي الاخيره وهذه قيمه اكس الاخيره. بناء على هذه الحسابات بتكون المعادله المقدره هذه اللي هي معادله الاتجاه. اذا هذه تريند ايكويشن، دعنا نرى ذلك بيانيا. هذا الان تمثيل بياني، سبحان الله، هذه البيانات الفعليه اللي هو المنحنى السميك الازرق، في حين ان معادله الاتجاه التي قدرنا معلمتها 5 1.7 بالعشرة هو الخط المستقيم الأحمر السميك. نتابع الآن طريقة أشباه المتوسطات، ما يسمى semi-averages method.
هذه يعني كذلك الأمر من أبسط الطرق، تقسم البيانات في هذه الطريقة إلى مجموعتين ليس بالضرورة متساويتين من حيث عدد المشاهدات في كل مجموعة. وعلى سبيل المثال الجدول الآن اللي ذكرناه قبل قليل، أنه في عندي 11 مشاهدة، تقسم البيانات إلى مجموعتين، تتكون المجموعة الأولى من 5 مشاهدات والثانية من 6. نحسب الآن متوسط المجموعة الأولى ومتوسط المجموعة الثانية، إذا نقوم بحساب متوسط كل مجموعة، لذلك سميت أشباه المتوسطات، ليس كل متوسط يعني متوسط القيم كلها، لكن أول 5 وآخر 6 وهكذا. ثم تطبيق تطبق طريقة اليد الحرة على المتوسطين كما يأتي، تكون نقطة الأصل هنا، لأنه في عندي 5 مقابل 6 وخسرنا يعني الآن الخمس الأولانيات كانت متوسط والست الأخرانيات كانت متوسط، فاعتبرنا أكس نبدأها نقطة الأصل تساوي 2 مقابل 2010، وتكون أكس تساوي 7.5 اللي هو المتوسط الأخير مقابل النقطة الوسيطة بين السنتين 18 و19 اللي هي سنة 2018-2019 باستخدام البيانات من مثال على نحصل الآن. مثال الآن اللي هو البيانات التي ذكرتها قبل قليل، فكان متوسط أول أول قيم كانت الآن هذه 8.2 اللي هن 5+7+9+10+10/5 هكذا. أما متوسط الست البقية من القيم 11+12+17+18+20+22 مقسم على 6 يساوي 16.667. إذا الآن لاحظوا لي هذه y تساوي a زائد 2x. هنا لاحظوا لي y هذا المتوسط يساوي نقطة الأصل اللي بديناها 2b، وعندي الآن المتوسط الثاني 16.67 تساوي a زائد 7.5. الآن x جاي بين سنة 18 و19، 7.5 في b. هذه معادلتين آنيتين بعملية التعويض بالشطب، كانت بالحالة هاي A تساوي 5.12 و B تساوي 1.5394. الترتيب البياني لهذا الكلام بس أرجو التدقيق الآن، هذا المتوسط الأول هذا المتوسط الثاني. لاحظوا المتوسط الأول يساوي A زائد 2 في B، لكن 2 هذا جبناها من هنا X تساوي 2، وهاي 7.5 هي النقطة الوسيطة بين 7 و8، فبتكون يعني 7.5 وهكذا. الآن فحل هاتين المعادلتين بطريقة التشطيب أو التعويض كيفما يعني أردت، أن حتى بالمصفوفات يمكن حلها، لكن أبسط منها ما فيه. فبتكون بالحالة هاي Y hat T تساوي 5.12 + 1.5394 في اكس تي هنا، اكس تي انا اسف جدا ليس 2 اكس تي. هذه نتابع التمثيل البياني اتجاه البيانات الفعليه، هذا الان البيانات الفعليه وهذا الاتجاه الى حد ما يشبه اليد الحره، لانه فقط يعني هذه حصلنا عليها من الاوساط اللي هو وسط القيم الخمس الأولى، وهذا وسط القيم الثانية اللي أنتجت هذا الكلام كلياته. نتابع الآن مثال النقد بيد الجمهور، هذا مثال عملي من النقد اللي هو money in circulation، النقد بيد الجمهور. هذه البيانات فعلية من البيانات المتاحة على قاعدة البيانات للبنك المركزي الأردني أو المصرف المركزي الأردني. هذه الآن البيانات من سنة 1995 وانتهينا سنة 2010، سلسلة طويلة أوكي؟ باستخدام الطريقة نفسها الآن اليد الحرة هذه البيانات الفعلية وهذه الخط المستقيم الذي قمنا بتقدير معلوماته، فكانت الآن بطريقة اليد الحرة. بمعنى آخر أنه يعني قلنا Y تساوي A زائد B XT، فالأكس هنا تساوي صفر عند 95، وأخذنا الزوج المرتب 0 و1083.1، وآخر سنة طبعا هنا 50 تقريبا، نقول بالله عددها 21
واحد اثنين ثلاث أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشر أحد عشر اثناش ثلاثة عشر أربعة عشر خمسة عشر ستة عشر سبعة عشر ثمانية عشر تسعة عشر عشرين واحد وعشرين اثنين وعشرين ثلاثة وعشرين أربعة وعشرين خمس وهكذا. لاحظوا لي إنه يعني عدد كبير جدا من السنوات نسبيا، فكانت الآن الخط المستقيم معادلته تساوي 10.55. طبعا هنا بالملايين، إذا هنا يعني مليار فاصلة خمس وخمسين مليون فاصلة 920 زائد 27.077 من الزمن، هنا من زمن اللي هو تي. نتابع المصف الخطي linear filter. linear filter هاي فكرة جديدة كثير، يعني قليل من الطلبة يعرفوها، حتى قليل من أساتذة الاقتصاد القياسي، فهنا أقدمها هدية لكم أحبة الطلبة والمتابعين حيثما كنتم. تحول السلسلة WT مثلا إلى السلسلة ZT مثلا عن طريق الوسط المتحرك يسمى moving average بواسطة صيغة التعليل. هذه الصيغة Y sub T تساوي، الآن نبدأ من يعني نبدأ من قيمة معينة لكن من اللي قبليها، أوكي، وإلى اللي بعديها. هلا يعني ببينها بمثال إن شاء الله. هذه A sub I هي عدد القيم التي نجمعها مع بعض، إذا جمعنا أول ثلاثة ثاني ثلاثة ثالث ثلاث وهكذا فبتكون هاي ثلث في طبعا كل القيم لما نجمعها مع بعض. تسمى هذه العملية التصفي الخطي linear filtering لأنها الآن لأنها تقوم بتصفية أو توهين البيانات من الانكسارات فيها، وتمثل AI الأوزان التي نختارها في حساب الوسط المتحرك. فلو اخترنا وسطا متحركا من ثلاث فترات وطبقنا على بيانات الإنتاج الصناعي التي وردت قبل يعني بالجدول الأول، لكانت الآن AI تساوي 1/3 اللي هي يعني وسط متحرك من ثلاثة، يعني أول ثلاث قيم زائد ثاني ثلاث قيم ثالث قيم منضيف لها الآن، يعني أول ثلاث قيم قسم على ثلاثة، ثاني ثلاث قيم قسم على ثلاثة، ثالث ثلاث قيم تقسم على ثلاث، وهكذا حتى ننتهي من القيم بعد حذف المشاهدة الفعلية الأولى والمشاهدة الفعلية الأخيرة. الآن شوف بالله التفريق. طبعا هذه المفروض أنه أحبتي أن ترجعوا إلى البيانات التي ذكرتها في بداية الشرائح هنا اللي هو الإنتاج الصناعي مع السنوات، وطبقوا المبدأ نفسه، أول ثلاث قيم تقسم على ثلاثة، ثاني ثلاث قيم تقسم على ثلاثة، ثالث ثلاث قيم تقسم على ثلاثة، وهكذا حتى ننتهي منها. فبكون بالحالة هاي لاحظوا لهذه القيم الفعلية، وهذا الآن الاتجاه يعني كأنما يلف لفا وبيمشي معه. مهم جدا. آخر طريقة للتفريق أخذ الفروق بسموه differencing، أي حساب الفرق بين المشاهدات المتتابعة. أي y sub t سالب y of sub t ناقص واحد، معنى آخر هنا هذه المشاهدة ناقص أو مطروح منها المشاهدة السابقة عليها. أوكي، لنأخذ مثال إنتاج الصناعي. هذا إنتاج الصناعي، هذه قيم XT 0 1 2 3 إلى 10 السنوات. Y الآن sub T هنا أو I حتى 5 7 للأخير 22. الفروقات لاحظوا 7 ناقص 2 2 9 ناقص 7 2 10 ناقص 1 10 ناقص 9 1 10 ناقص 10 0 وهكذا إلى انتهى 22 مطروح منها 20 يساوي 2. الآن نقوم بس الآن تمثيل هنا، فلاحظوا لي الآن فرقية أنه هذه البيانات الفعلية وهذه الآن الفروقات. لاحظوا لي هنا الاستقرار، يعني كأنما نقول بأننا من خلال الفروق وهي من أهم الطرق يعني حصلنا على يعني تنقول سلسلة زمنية مستقرة في طريقة الترندز أو الاتجاه. إن شاء الله بالمستقبل سأبين كيف ننزع الاتجاه بإذن الله، وأكون بذلك قد انتهيت من هذا المقطع، راجيا أن أكون قد قدمت الفائدة لكم أحبة الطلبة جميعا. وإلى لقاء آخر قريب بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.